صلاه التراويح جميله ومش طويله قوي يعني، كويسه عشان برضو تدي فرصه للولاد يلعبوا وكده، والجو جميل جدا بصراحه يعني، والنظام حلو وكل حاجه جميله يعني. نشكر الاداره يعني بصراحه يعني. أولا كريم الجو حلو النهاردة وحاجات حلوة النهاردة، احنا انبسطنا قوي، وبابا صلي واحنا انبسطنا ولعبنا بالكورة. كل سنة عن سنة النادي الأهلي ليه بصمة مع جماهيره، ودي البصمة الجديدة اللي مع جماهير النادي الأهلي. كنا بنصلي في الجامع القديم دوت، النهارده بنصلي في الجامع الجديد. كل يوم في النادي الأهلي تحس إن فيه تطور جديد، تحس ان في بصمه جديده، تحس ان في مجلس اداره بيضيف كل سنه عن سنه للاعضاء بتوعه. المسجد الجديد ده حلو جدا، والشيخ اللي فيه صوته حلو، والصلاه يعني هي مش بتطول على قد مثلا المسجد الثانيه، وفي نفس الوقت انت بتسمع الشيخ كويس والصلاه تبقى كويسه جدا الصراحه، الواحد بيستمتع يعني. المسجد نظيف وكل حاجه. المسجد الجديد كمان يعني جايبين شيخ صوته حلو وجميل وما شاء الله عليه يعني، وكمان يعني الصلاه كمان هنا مش بيطول قوي زي السنين اللي فاتت، وكمان يعني كان الخطبه يعني كان بيقول السنه اللي فاتت خطبه، السنه دي مش بيقول خطبه وبيطول في قراءه القران، وصوته جميل قوي ما شاء الله يعني عليه، حلو قوي. السنه دي الوضع مختلف شويه بوجود المسجد الجديد، والاستعدادات واضح ان هي كانت احسن من قبل كده، فالجو كويس جدا يعني، وشايف ان في عائلات كتير كمان مستمتعه بالموضوع ده، وبيجوا يفطروا هنا وبيقعدوا لغايه بعد صلاه التراويح. والله بصراحه المسجد عمل روح كويسه قوي في النادي، الديزاين بتاعه والمساحه اللي بره والصاله جوه، والامام برضو اللي هم جايبينه يعني بتاع صلاه التراويح من الحاجات اللي بتريح الواحد وهو بيصلي يعني. وبقيت بصراحه من ديلي انا باجي اصلي هنا في المسجد، وبعديها يعني انا مشارك في الدوره بتاعت كره القدم، فيعني بعد ما بصلي بقعد شويه وبعدين بخش العب في الدوره، ويعني بيبقى يوم جميل بالنسبه لي بصراحه. ده انجاز جديد لاداره النادي الاهلي، وحاجه بصراحه كنا فرحانين بيها ومنتظرينها، حاجه تشرف وحاجه تليق بالاعضاء. المسجد حاجه جميله قوي، تحفه بصراحه، وكنا سعداء قوي ان نبدا الترويح فيه السنه دي، فهم عملوا انجاز ومستنيين الجديد، ودايما من مجلس الاداره، واحنا متشكرين ليهم قوي، حاجه جميله يعني.